اصدقائي شوف كيف راح يبين. شوفوا شوفوا هون يا اصدقائي، ببين عندك الاعداء بالدائره نقطه حمراء. شوفوا هو طبعا واقف. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك. بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. يا اصدقائي من غير اكواد الفاير باس، من غير اكواد سكن جاز، جايب لكم اكواد اسطوريه راح احكي عنها بنهايه الفيديو ان شاء الله. فاللي حاب يحصل على هاي الاكواد تابع الفيديو للنهايه. بنهايه الفيديو ان شاء الله حكي عنها. اصدقائي فيديو اليوم راح يكون على شخصية كلو. يا اخي والله ما بعرف ايش الشخصية، حسيتها سبرايز. انا شفتها بالتسريبات ولكن ما حطونا مقدمات، يعني فجأة هيك صحيت من النوم لقيت منزلين شخصية جديدة باللعبة. يعني بالعادة بتنزل عند الشخصيات بيحكوا عليها بس هيك فجأة. اوكي فطيب، هاي شخصية كلو جديدة اصدقائي. الشخصية عن جد خاصيتها فعلا اسطورية، ففي هذا الفيديو ان شاء الله راح نشتري هاي الشخصية اصدقائي وراح نطورها للليفل ماكس، وكمان راح نجربها باللعب ونشوف شو هي مميزاتها وشو هي خاصيتها، وكمان راح احكي لكم تقييم لها واذا بنصحكم تشتروها او لا. طبعا خاصيه هاي الشخصيه فعلا شيء رهيب، يعني مبين من حركه الشخصيه ما عملت. ليش ما عملي الحركه؟ خلينا نشوف. اوكي هي الحركه تبعها انه بتفتح الخريطه وكذا. هاي الشخصيه اصدقائي بتقدر تكشف لك اماكن الاعداء. والله عن جد شيء مخيف، تخيل. والله ما بعرف. اوكي فطيب ان شاء الله راح نشتري الشخصيه اصدقائي، يعني هاي مش ماكينه. فطيب الشخصيه كامله موجوده بالمتجر مع سكن تبعها مع بطاقه تطوير الشخصيه وكل شيء ب 1799 جوهره. طبعا سعرها الاصلي 2500 جوهره، ولكن لانه اليوم نزلت جديد عملوا عليها تخفيض، عاملين عليها تخفيض لمده 24 ساعه يمكن او يومين. فطيب كمان نحن فوق هذا التخفيض لازم نحط بصمتنا الخاصه، نحط تخفيض من عندنا. فراح احط تخفيض بطاقه اكثر شيء 150 نقدر نحطه. فطيب 1649 جوهره، وهي توكلنا على الله يا اصدقائي وجبنا شخصيه كلو الهكر. والله هكر يا شباب. شوفوا يعني شوفوا كيف تحدد اماكن الاعداء، شوفوا كيف راح تحدد حدا بسنتوزا. شوفوا او ماي جاد، والله شيء مخيف. فطيب راح ناخذ لها كمان سكرين شوت بتسميه كلو. يعني تخيلوا هكر بطريقه شرعيه يا شباب، انا اول مره بسمع بهذا الشيء. يعني هكر بطريقه غير شرعيه، انت ممكن تهكر وتعرف اماكن الاعداء ولكن بهاي الشخصيه، يعني من غير ما تستخدم برنامج هاك. فطيب وين شخصيه كلو؟ تعال يا شخصيه كلو تعال. فطيب خلونا نشوف يا اصدقائي اول شيء طبعا شو هي مميزات الشخصيه، شو كاتبين عنها. طبعا هي بتكشف الاعداء ولكن خلونا نشوف بالضبط. اوكي انا عندي اللغه الالمانيه فخلوني بس اغير اللغه للعربي ونرجع مره ثانيه. قالت لو تعرفوا بس الشيء اللي صار يا اخي، والله الله يقطع بشكل الحظ الجولد. تخيلوا انا صورت وشرحت على الشخصيه وشو مميزاتها من ليفل 1 ولليفل 6 وبعدين طورتها ماكس وسويتها ليفل 6 وطلعت لقيت التصوير مش شغال. يعني انا طفيت التصوير عشان اروح اغير اللغه ورجعت غيرت اللغه ودخلت على اللعبه فتحت التصوير مره، فكرت حالي فتحت التصوير وقاعد بشرح وبعدين طلع التصوير مسكر. اوكي على كل حال يا اصدقائي المهم يعني ما صار شيء كثير مهم، فبس انه طورت الشخصيه كلفتني تقريبا ما بعرف 2000 جوهره او هيك شيء. طورتها بالبطاقه البنفسجيه. خلونا نشوف هلا على ليفل 1 يا اصدقائي شو هي مميزاتها. في عندنا حدد مواقع الاعداء على بعد 30 متر لمن ليس في موضع الانبطاح او الجلوس، يستمر لمده 5 ثانيه. وطبعا اللغه العربيه اصدقائي المهم سالكم انتم من عندكم، لانه اللغه العربيه والله في اللعبه ما بعرف كيف. وتهدئه 50 ثانيه. التهدئه ما بعرف هم قصدهم بالتهدئه انه اوكي يتم مشاركه مكان. فطيب انا احكي لكم باختصار يا اصدقائي انه هاي الشخصيه بتحدد لك 30 متر مكان الاعداء، يعني 30 متر يمين ويسار وقدام و30 متر دائره حواليك اذا كان في اعداء حواليك. وطبعا هذا الشيء ما ببين عندك انت بس، لمده 5 ثواني بضل الدائره تشتغل ويبين لك مين في اعداء حواليك. وكمان هذا الشيء ببين عند اصدقائك. والتهدئه 50 ثانيه هم قصدهم بهذا الشيء انه مثل شخصيه الوك، هو راح يكون في لها زر وكل 50 ثانيه بتقدر تستخدم هاي الميزه، يعني كل 50 ثانيه بتقدر تستخدم الميزه هاي مره وتحدد اماكن الاعداء حوالين 30 متر. طيب انا طورتها للليفل للماكس يا اصدقائي ليفل 6. حدد مواقع الاعداء على بعد 50 متر، يعني تخيلوا في الليفل 1 كانت 30 متر فقط وهلا صارت 50 متر لمن ليس في موضع. كمان هذا الشيء نسيت احكي عليه انه اللي يعني الاعداء اللي راح يبينوا عندك
فقط اللي مش مرمطحين ولا مش مقرفزين، يعني فقط اللي واقفين او بيمشوا او هيك شيء او بيقفزوا. يعني اذا كان في شخص منبطح او مقرفز فما راح يبين عندك على الخريطه. وتهدئه لمده 7 ثواني، كمان زاد ثانيتين، يعني بالليفل 1 كان بس لمده 5 ثواني وهون زاد ثانيتين صار 7 ثواني. فطيب وتهدئه 50 ثانيه مثل ما هي، يعني ما تغيرت. فعن جد شيء اسطوري اصدقائي. طيب هذا السكن تبعها كامل هيك مثل ما انتم شايفين، راح نجربها بعد شوي بالجيم ونشوف يا اصدقائي كيف ببين عندك الاعداء على الخريطه، كيف تقدر تشوف اماكنهم. تخيلوا يعني ما عاد في شيء اسمه كمبرة. لا والله في كمبرة، يعني لو كمبر واحد ببيت راح يكون منقرفز او منبطح ما راح يبين عندك، فبس الواقفين واللي بيركضوا بس راح يبينوا عندك. اوكي على كل حال، طيب راح نجرب على كل حال نشوف يا اصدقائي اللي بيركضوا او الواقفين كيف راح يبينوا عندنا بالخريطه. بس راح اغير الجهاز ندخل على الجهاز الثاني يا اصدقائي ونجرب. طبعا هن عندنا هون يا اصدقائي مثل شخصيه الوك، هذا الزر اللي حكيت لكم عليه، يعني بتشغله عشان تعرف اماكن الاعداء. راح نجرب طبعا هون، راح نجرب ساحه الانتظار على الفاضي لانه ما في خريطه، فهي بتبين على الخريطه اذا كان في اعداء. اوكي هون ما راح تفتح عندك الخريطه في ساحه الانتظار، فما بتنفتح غير في الجيم. اوكي بس راح نلوت يا اصدقائي على السريع، راح نحاول نجمع اللوت من هون وبعدها راح اوقف. بس بدي اشوف، انا راح احاول اوقف بنص الكلوك تاور بالبيت الاسود، بس خلونا نشوف هاي الغرفه تشوفيها. اوكي وبعدها هون راح اوقف هون تقريبا انا في نص الكلوك تاور. فطيب نشوف هلا اصدقائي كم مساحه هاي الشخصيه، يعني كم تكشف. شوفوا اوكي طيب، على فكره يعني 50 متر شيء قليل جدا، يعني انا توقعت 50 متر انه يكون يعني شيء انه تكون دائره اكبر من هيك، ولكن مثل ما انتم شايفين على مستوى الكلوك تاور فقط يعني. وكمان هاي الدائره اللي بينت عندنا بالخريطه راح تبين عند اصدقائك كمان، يعني ما راح تبين عندك انت فقط، كمان راح تبين عند اصدقائك. يعني لو كان واحد بس من الفريق من السكواد عنده هاي الشخصيه، فبس يفعلها كل السكواد راح يقدر يعرف اذا كان في انيميز، اذا كان في اعداء حواليهم او لا. ولكن دائره صغيره يعني 50 متر شيء قليل جدا يعني. اوكي هاي في واحد هون، هذا لازم يبين على الخريطة. استنى الله يقطعه بشكل، يا اخي بوتو قاعد بتجلد. استنى طيب هدي اعصابك، خلص رح اخليك تجلدني، خلص والله انا خلص رح اخليك تجلدني، بس استنى يا اخي خلي. لا راح هرب. طيب انتظر يا اخي، والله بنجرب الشخصية يا اخي، انتم ريبوتات مفروض تساعدوني في تجربة الشخصية مش تروح تهرب. اوكي هيك صار فينا نستخدمها، وهلا راح نجرب يا اصدقائي نشوف كيف راح يبين. شوفوا شوفوا هون يا اصدقائي ببين عندك الاعداء بالدائره نقطه حمراء، شوفوا هو طبعا واقف فببين عندك لا ابلع. اوكي فمثل ما انتم شايفين يعني هذا الشيء مره ثانيه بقول ببين عند السكواد كله، يعني مش فقط عند صاحب الشخصيه، عند كل السكواد. اوكي طيب راح نجرب هلا اخر مره يا اصدقائي نشوف اذا كان في حدا بالكلوك، ما بتوقع انه اصلا في حدا. فنشوف على الخريطة هي على الكلوك تاور كلها، يعني هاي الشخصية يعني على مساحة تقريبا الكلوك تاور كلها راح تبين لك إذا كان في شخص، فما في أي حدا بالكلوك تاور. فطيب بتوقع يعني واضحة، قدرنا نجرب الشخصية، يعني الشخصية واضحة يعني ما بدها كثير تجربة. يلا راح إليميتد يا أصدقائي، شوف على مين راح يحطوا الكاميرا. يا وحش كيفو يا أسطورة. طيب اصدقائي هاد كان تجربة شخصية كلو، صراحة الشخصية فعلا رهيبة، يعني يا شباب هاكر هاكر من غير، يعني تخيل انت بتقدر تكشف اماكن الاعداء بدون ما تستخدم برنامج هاك، بدون ما يتبند حسابك، بدون ما تسوي اي شيء غلط، هاكر بطريقة شرعية. فعن جد الشخصية كثير عجبتني اصدقائي، الشخصية كثير بتنفع، اكثر شيء بتنفع مش اللي بيلعبوا على الكيل، اكثر شيء بتنفع للي بيلعبوا بطولات ولا اللي بيلعبوا على السكور، لانه دائما في البطولات وفي السكور هي الكمبرة الحقيقية بتكون هناك. فهي الشخصية عن جد كثير رح تنفعك، يعني واحد بس من السكواد يجيب معه هاي الشخصية راح السكواد كله راح يستفاد منها، السكواد كله راح يقدر يعرف إذا كان في مكان، يعني كل 50 ثانية بيدخلوا على منطقة جديدة وبيشغلوا الشخصية بيقدروا يعرفوا إذا كان في ناس في هاي المنطقة. فهذا الشيء فعلا أسطوري، كمان بيقدروا يعني يستفيدوا منها لو كان السكواد كله كل واحد جايب شخصية كلو معه. فتخيلوا مثلا كل 50 ثانية أنا بشغل لمدة 7 ثواني كلهم مطورينها ماكس، وبعدين بعد 7 ثواني بشغل صديقي، وبعدين اللي بعده اللي بعده الأربعة بنشغل كل واحد بننتظر 7 ثواني بيكون أنا الشخصية تفعلت عندي مرة تانية، بقدر أنه أنا أرجع أفعل 7 ثواني. يعني رح نضل الجيم كله بالدور نشغل الشخصية، والجيم كله رح نضل ماشيين ونعرف إذا في أعداء حوالينا أو لا. فعن جد الشخصية في كتير إلها فوائد، ما بدي أطول الفيديو كتير يعني وأضل أحكي على الفوائد اللي رح تستفيدوا منها، ولكن أنا ما رح أعطي تقييم 10% للشخصية 10%
10 من 10 مش 10%، ما راح اقول 10 من 10 صراحة، راح اعطيها 8 من 10. ليش 8 من 10 مش 10 من 10؟ بسبب انه صراحة 50 متر شيء كتير، يعني دائرة الزون يعني دائرة كتير صغيرة اللي بيعطوك اياها اللي بتحدد لك اماكن الاعداء. توقعت هذا الشيء يعني دائرة تكون اكبر من هيك، توقعت ال 50 متر تكون شيء اكبر من هيك، ولكن راح استخدمها شخصيا، يعني راح افتح لها كمان الخانات تبع اضافات الشخصيات الثانية، ولكن كمان يعني قيمتها 8 من 10 بسبب ثاني، واللي هو انه ما بتقدر تضيف عليها شخصية ألوك، ما بتقدر تضيف عليها شخصية شجرة، لأنه هاي الشخصية تعتبر من الشخصيات اللي بتشتغل بهاي تبع مهارة، تبع مهارة نشطة، يعني ما بعرف شو بيحكولها، المهم اللي بتشتغل بالزر هاي ما بتقدر تضيف عليها شخصية تانية من نفس المهارة يعني. فعشان هيك اعطيتها تقييم 8 من 10 فقط، وكمان انه يعني 50 متر شيء قليل، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه الشخصيه مش اسطوريه، يعني هاي الشخصيه لو راح تسالوني راح اقول لكم افضل من شخصيه ألوك بالبطولات وبالسكور، هي افضل من شخصيه ألوك وافضل من شخصيه الشجره، لانه يعني ميزتها راح تنفعك اكثر من شخصيه ألوك وعن جد اكثر من شخصيه الشجره، فشخصيه رهيبه وتستحق الشراء للي حاب يشتريها، فعن جد كثير راح يستفيد منها، وبالذات اذا كان بيلعب بطولات مره ثانيه او بيلعب على سكور. فطيب يا اصدقائي، هاي كانت شخصيه كلو، وهذا كان الفيديو لليوم، فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو كنتوا مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي، بالنسبة للاكواد، اكواد قاعدة بتتوزع بشكل يومي، لا تضيعوا عليكم هاي الفرصة، في اكواد لسكن الجاز اللي هو انا لابس البنطلون تبعه الاسود، في يعني سكن كامل، في اكواد فاير باس يا اصدقائي، كمان جايب لكم اكواد، تخيلوا الاكواد اللي انا راح اجيب لكم اياها، اكواد لعلم القراصنه يا اصدقائي، راح اجيب لكم اكواد لعلم القراصنه كمان، يعني رقصه القراصنه، يعني تخيلوا الاكواد، يعني عن جد اشياء واكواد اسطوريه قاعده بتتوزع على الانستغرام، فاللي مش متابعني على الانستغرام عن جد رايح على نص عمره، لازم يروح يتابعني، راح تلاقي رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس، روحوا تابعني على الانستغرام وخليك مراقب ستوري، وانا كل ساعه ساعتين احيانا بنزل 3 4 اكواد في نفس الساعه على ستوري الانستغرام. ف هاد كان بالنسبة للأكواد يا أصدقائي، للي حاب يحصل عليهم، فمرة تانية روح تابعني على الانستغرام وخليكم راقب ستوري، وإن شاء الله بتقدر تحصل على أكواد من ستوري الانستغرام. وطيب يا أصدقائي، لهيك بنكون وصلنا نهاية هذا الفيديو، كان معكم علي عمر، وأشوفكم إن شاء الله على خير.